السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي في كل مكان، إزيكم؟ وحشتوني قوي. معاكم سنوها الجندي من قناة فلاش التعليمية. معادنا يا أصدقائي النهاردة مع تاني حلقات تأسيس اللغة العربية، وإحنا لسه مكملين مع بعض في سلسلة الصوتيات والتراكيب اللغوية. وتاني حاجة نتعلمها مع بعض يا أصدقائي هي الضبط بالشدة بين قوسين التضعيف. يعني إيه يا أصدقائي التشديد أو التضعيف؟ التشديد يا أصدقائي هو النطق بالحرف مرتين، الأولى بالسكون والتانية على حسب حركته. تاني مرة يا أصدقائي، التشديد أو التضعيف هو النطق بالحرف مرتين، يعني أنت الحرف إيه مرتين، أول مرة هتكون بالسكون والتاني مرة على حسب الحركة. الحركة يا أصدقائي اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت اللي هي إيه، الفتحة والضمة والقصرة. يلا يا أصدقائي، أنا شدة لي أشكال عدة، شدة مع فتحة، شدة مع قصرة، شدة مع ضمة، وباجي كمان مع التنوين، بدل حرفي بدل الصوت اتنين، صوت ساكن والتاني متحرك، صوت ساكن والتاني متحرك. وبعد يا أصدقائي ما حفظنا مع بعض أغنية الشدة، عاوزين نعرف ازاي بنضبط الحرف المشدد. يعني تاني حاجة نتعلمها في درس النهاردة هو ضبط الحرف المشدد. يضبط الحرف المشدد بإضافة رمز الشدة اللي هي أصدقائي السين الصغننة إلى رمز الحركة. يبقى رمز الشدة إيه أصدقائي؟ هي سين صغننة من غير الطبق بتاعها. رمز الشدة إيه أصدقائي؟ هي سين صغننة من غير الطبق بتاعها. يعني لما نيجي عاوزين نعرف إن الحرف ده مشدد، نحط في إيه علامة سين صغننة من غير الطبق بتاعها، فكده بنعرف ان الحرف دوت مشدد او مضاعف، يعني بيتنطق مرتين زي ما قلنا، مرة ساكنة ومرة متحركة. يعني ايه؟ يعني بنشد عليه، يعني بنطول في الصوت بتاعه، اول مرة بنقف وتاني مرة بنقول الحركة. طيب يا اصدقائي، ايه هي اوضاع رسم الشدة؟ الشدة بتترسم فوق الحرف المشدد. اول حاجة عاوزين نعرفها ان الشدة بترسم فوق الحرف المشدد. تاني حاجة، ترسم الفتحة او الضمة فوق الشدة. يبقى اما يكون عندنا فتحة وما يكون عندنا ضمة بتترسم ايه؟ فوق الحرف المشدد. الفتحة يا اصدقائي اللي هي قلنا عليها اللي هي الشرطة الافقية، والضمة اللي هي الواو الصغننة. يعني لو كانت حركة الحرف المضاعف مفتوحة بنحط في ايه فتحة اللي هي الشرطة الافقية، او مضمومة بنحط فوق الشدة ديت ضمة صغننة. طيب لو كان الحرف دوت مكسور يا ميس، هنعمل ايه؟ هنحط الكسرة تحت الشدة. هنعمل ايه؟ هنحط الكسرة اللي هي قلنا عليها الشرطة الافقية اللي تبقى تحت الحرف. لا، احنا مش هنحطها تحت الحرف، احنا هنحطها تحت الشدة نفسها. يبقى ايه اصدقائي؟ ترسم الكسرة تحت الشدة. طب تعالوا نشوف كده بالامثلة، والامثلة دي اصدقائي هتوضح لنا الزيادة وتفهمنا الزيادة. اول مثال معانا هو كلمة دق دقة. نقول تاني مع بعض، دقة. تاني، دقة. ايه الحرف المشدد هنا يا اصدقائي؟ الحرف اللي في ايه السين الصغننة او حركة الشدة، اللي هو حرف ايه يا اصدقائي؟ هو حرف القاف. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، ادي حركة الشدة، ادي رسمة الشدة، بنرسمها فوق الحرف المشدد. طيب ضبطه هنا ايه؟ بنقول ايه؟ دقة، يعني احنا بنفتح بقنا. يبقى الضبط هنا عندنا ايه؟ ادي شدة وادي فتحة، يبقى الضبط بتاعه شدة وفتحة. طب بيتنطق ازاي؟ دقة، عندنا صوت قاف ساكنة وبعديها صوت قاف مفتوحة، زي كده اهو، صوت قاف ساكنة يليها صوت قاف مفتوحة، هكذا. دقة دقة دقة. معايا اصدقائي؟ دقة. احنا بننطق هنا ايه؟ الحرف مرتين. بننطق الحرف مرتين يا اصدقائي، واحد ساكن والتاني متحرك. طيب المثال اللي بعد كده، أحبه أحبه أحبه. فين حرف اللي فوق الشدة أو الحرف المضاعف؟ حرف الباء. أدي شكل حرف الباء وهو فوق الشدة. طب بنقول إيه؟ أحبه. يبقى فوقيه كمان إيه؟ فوقيه ضمة، عشان بنقول إيه؟ أحبه، بنضم بقنا وإحنا بننطق. يبقى ضبطه هيكون إيه يا أصدقائي؟ الشدة والضمة. طب بيتنطق إزاي؟ أحبه، صوت باء ساكنة وبعديها باء مضمومة، بو بو بو، هكذا. أحبه. ماشي أصدقائي؟ قولوا معايا، أحبه أحبه. تالت مثال معانا، كلمة
أمي. معايا أصدقائي تاني، أمي أمي. فين حرف المشدد؟ هو حرف الميم. حرف الميم مكتوب إزاي؟ معانا شدة تحتيها الكسرة، مي 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 مي، يبقى أمي، يبقى ده إيه؟ حرف مكسور يعني تحتيه كسرة. شايفين يا أصدقائي إن الكسرة محطوطة تحت الشدة مش تحت الميم؟ واخدين بالكم يا أصدقائي؟ الكسرة تحت الشدة مش تحت الميم، يبقى الضبط هنا شكله إيه؟ أمي، شدة وكسرة. طب وهتتنطق إزاي؟ قلنا صوت ميم ساكنة يليها صوت ميم مكسورة، هكذا أمي أمي. معايا أصدقائي؟ أمي. بنتك على حرف الميم واحدة بننطقه عشان بيتنطق مرتين، أمي. تاني أصدقائي، دقة، أحبه، أمي. ورابع حاجة نتعلمها مع بعض يا أصدقائي في سلسلة الصوتيات والتراكيب اللغوية هي التنوين. يعني إيه يا أصدقائي التنوين؟ التنوين، التنوين هو إيه يا أصدقائي؟ هو الصوت. التنوين ده مش حرف خالص يا أصدقائي، نركز مع بعض. التنوين هو الصوت. يبقى إيه تاني يا أصدقائي؟ التنوين هو صوت نون ساكنة بعد الحرف المتحرك، بيجي في أواخر الأسماء، بيجي في إن أصدقائي بيجي في الأسماء، يبقى هو صوت نون ساكنة بعد الحرف المتحرك بيجي في آخر الأسماء. النون دي أصدقائي تنطق ولا تكتب، إحنا قلنا إيه؟ صوت نون مش نون، صوت نون مش نون يا أصدقائي. الصوت دوت إيه؟ ينطق ولا يكتب. معايا أصدقائي؟ الصوت دوت إيه؟ ينطق ولا يكتب. يبقى التنوين يا أصدقائي هو صوت نون تنطق ولا تكتب في آخر الأسماء. طيب يا أصدقائي أنواع التنوين إيه هي؟ أول حاجة في تنوين بالفتحة. التنوين بالفتح اللي هو صوت نون ساكنة بعد الحرف المتحرك بالفتح. طيب بيكتب إزاي يا ميسا؟ وبنعبر عن التنوين ده إزاي؟ بيعبر عن التنوين بالفتحة عن طريق رسم فتحتين فوق الحرف المنون. يعني قلنا الفتحة هي شرطة أفقية، بدل ما بنرسم فتحة واحدة إحنا بإيه بنعوض صوت النون دوت برسم فتحة كمان. يبقى التنوين بالفتحة بدل ما بنرسم فتحة واحدة إحنا بنرسم فتحتين عشان نعرف إن إيه في هنا صوت نون، بدل ما نرسم فتحة واحدة إحنا بنرسم فتحتين. تنوين بالفتحة بس يا أصدقائي إحنا بنرسم ألف بعد إيه؟ بعد الحرف المنون. يبقى الفتحتين دول بيتحطوا على الحرف المنون اللي هو بيبقى آخر حرف في الاسم، وفي تنوين الفتحة بس بنرسم ألف. يبقى إيه؟ في تنوين الفتحة بس يا أصدقائي إحنا بنرسم ألف بعد الحرف المنون اللي هو بيبقى آخر حرف في الاسم، إلا في حالتين بس يا أصدقائي. أول حاجة إذا كان الحرف المنون دوت تاء مربوطة، زي كلمة إيه؟ شجرة أو غابة. لما يكون عندنا آخر حرف هو عبارة عن تاء مربوطة ما بنحطش ألف. يعني ما يا أصدقائي إما بيكون آخر حرف هو التاء المربوطة ما بنحطش ألف خالص، زي كلمة شجرة وغابة. معايا أصدقائي؟ تاني حاجة ما بنحطش فيها ألف أما بيكون في همزة في آخر حرف، يعني آخر حرف دوت عبارة عن همزة. أما يكون آخر حرف عبارة عن إيه؟ همزة وقبلها مد بالألف. أما يكون عندنا آخر حرف همزة وقبلها مد بالألف ما بنحطش ألف تانية، زي كلمة إيه؟ ماء، سماء. معايا أصدقائي؟ أوكي. بعد كده عندنا التنوين بالضم. التنوين بالضم يا أصدقائي هو صوت نون ساكنة بعد الحرف المتحرك بالضم، ويعبر عنه برسم ضمتين فوق الحرف. يبقى إيه هو التنوين بالضمة؟ هو صوت نون ساكنة بتيجي بعد الحرف المتحرك اللي عليه ضمة. طيب وعشان نعرف إن فينا تنوين نعمل إيه؟ نخلي الضمة ديت بدل ضمة واحدة ضمتين، يعني نحط ضمتين فوق الحرف المتحرك. فالضمتين دولت بيعرفونا إن فينا إيه؟ في تنوين اللي هو صوت نون ساكنة. آخر حاجة معنا في التنوين هو التنوين بالكسر. التنوين بالكسر اللي هو إيه أصدقائي؟ اللي هو وجود صوت نون ساكنة بعد الحرف المتحرك بالكسر. طيب بنعبر عنه إزاي؟ بنعبر عنه برسم كسرتين تحت الحرف المتحرك. يعني بدل الكسرة اللي إحنا بنرسمها تحت الحرف المتحرك، لأ بنحط كسرتين. الكسرتين دولت بيورونا أو بيعرفونا إن فينا تنوين. التنوين دوت يبقى تنوين بالكسر، يعني في صوت نون، في صوت نون بعد الحرف المتحرك، صوت نون ساكنة بعد الحرف المتحرك بالكسر. طب تعال نشوف بالأمثلة وهنوضح زيادة. أول حاجة التنوين بالفتح. عندنا كلمة أسد اللي هي المفروض أما تبقى متنونة بقى بالفتحة تبقى اسمها إيه؟ أسدًا.
أسدا. سامعين يا أصدقائي؟ أسدا. طب هنا إيه الحرف الملون؟ حرف الدال، صح ولا مش صح؟ صح. طب وعشان حرف الدال هو المنون ولا ته مربوطة ولا همزة، هنحط إيه؟ هنحط ألف، تبقى إيه؟ دن دن دن. في معلومة مهمة جدا عاوز أقولها لكم يا أصدقائي في النقطة ديت، إن لما بيكون في ألف محطوطة في التنوين بالفتح، إحنا بنحط التنوين فوق الحرف المنون، فوق حرف الدال مش فوق حرف الألف، عشان في أصدقائي الصغيرين بيغلطوا كتير ويرسموا التنوين فوق الألف. لا، الفتحتين بيترسموا فوق الحرف المنون اللي هو الحرف اللي قبل الألف، مش حرف الألف. ننطقها مع بعض تاني أصدقائي، أسدا أسدا أسدا. شوف الدال بتتنطق مع ازاي لوحدها وهي منونة، دن دن دن. شايفين صوت النون ده؟ دن دن دن. يبقى هنا عندنا نوع التنوين ايه؟ تنوين بالفتحة. طب احنا نطقناه ازاي يا أصدقائي؟ دن هو صوت نون ساكنة بعد الدال المفتوحة، اهو هكذا دن دن دن. تاني حاجة التنوين بالضم، اهي كلمة ايه ديت؟ اسد اسد اسد. فين حرف اللي عليه تنوين بالضمة؟ هو الدال، يبقى ايه؟ في هنا دال وفيها ضمتين، يبقى نوع التنوين دوت ايه؟ تنوين بالضمة. طب بتتنطق ازاي؟ صوت نون ساكنة بعد الدال المضمومة، هكذا دن دن دن. اسد اسد، بدي تنطق ايه؟ دن. تالت حاجة معايا، اسد اسد اسد. سامعين معايا اصدقائي؟ الحرف المنون هنا ايه؟ هنا الدال تحتيه كسرتين، يبقى اسمه ايه؟ تنوين بالكسر. طب وتتنطق ازاي؟ صوت نون ساكنة بعد الدال المكسورة، هكذا دن دن دن. يبقى ايه التنوين بالفتح؟ دن دن دن. تنوين بالضم؟ دن دن دن. تنوين بالكسر؟ دن دن دن. هي كلها كلمة أسد بس بتتنطق بكذا شكل، أسدا أسد أسد. وآخر حاجة معانا يا أصدقائي في درس النهاردة هي الشدة مع التنوين، هيتعلم مع بعض الشدة مع التنوين، وصديقي عبد الله هيراجع معانا أغنية الشدة. أنا الشدة دي أشكال عدة، شدة مع فتحة، شدة مع كسرة، شدة مع ضمة، وباجي كمان مع التنوين، وبدل حرف بدل صوت اتنين، صوت ساكن والتاني متحرك. يلا يا أصدقائي كلنا نقول مع صديقي عبد الله، أنا الشدة لي أشكال عدة، شدة مع فتحة، شدة مع ضمة، شدة مع كسرة، وباقي كمان مع التنوين، ويبدل حرف بدل الصوت اتنين، صوت ساكن والتاني متحرك، صوت ساكن والتاني متحرك. شاطرين يا أصدقائي، برافو عليكم. طيب يا أصدقائي إيه هو بقى التنوين المشدد؟ التنوين المشدد يا أصدقائي هو النطق بالحرف مرتين، الأولى بالسكون والثانية على حسب تنوينه. يعني أصدقائي إحنا قلنا شدة إيه؟ إحنا كده بننطق الحرف مرتين، واحد ساكن والتاني متحرك. التنوين المشدد بقى إحنا برضو هننطق الحرف مرتين، أول واحد ساكن زي ما هو والتاني على حسب تنوين. ضبط الحرف المنون المشدد بيبقى إزاي يا أصدقائي؟ يضبط الحرف المنون المشدد بإضافة رمز الشدة زي ما إحنا متعلمين، أما يبقى فيه عندنا حرف مشدد بنحط الشدة. طب هو برضو كمان منون، يبقى نحط ايه؟ هنحط رمز التنوين اللي هما الفتحتين او الضمتين او الكسرتين. يعني اصدقائي بنرسم رمز الشدة اللي هو السين الصغنانة اللي احنا تعلمناها، زائد رمز التنوين الفتحتين والضمتين والكسرتين. طب ايه اوضاع رسم التنوين مع الشدة؟ تترسم الفتحتين والضمتين فوق الشدة زي ما تعلمنا في الشدة العادية، بس بدل ما نحط فتحة واحدة لا احنا هنحط فتحتين، بدل ما نحط ضمة واحدة احنا هنحط ضمتين. طب والكسرة بتترسم برضو تحت الشدة، بدل ما نحط كسرة واحدة بنحط كسرتين. طب تعالوا ناخد يا أصدقائي أمثلة عشان نوضح الدرس زيادة. أول مثال معايا دلوقتي هو كلمة أمّن، اسمها إيه يا أصدقائي؟ أمّن أمّن. قولوا معايا يا أصدقائي أمّن. فين حرف المشدد اللي هنا يا أصدقائي؟ هو في حرف الميم. طب ده عليه شدة وعليه إيه؟ عليه تنوين بالفتحة، عشان كده نطقناها ازاي؟ أمّن. وهنا يا أصدقائي
احنا كاتبين ايه؟ كاتبين الف عشان في تنوين بالفتحة. عشان قلنا ما يكون في تنوين بالفتحة بنكتب ايه بعد الحرف المنون الف، لو ما فيش ته مربوطة ولو ما فيش همزة. يبقى هنا ما فيش ته مربوطة وما فيش همزة بنكتب ايه؟ الف. اسمها ايه؟ امن. واخدين بالكم معايا اصدقائي ان التنوين والشد مكتوبين فوق الحرف المشدد المنون اللي هو حرف الميم. الالف مش مكتوب في ايه حاجة. طيب بتتنطق ازاي؟ بيتنطق صوت ميم ساكنة يلي صوت ميم منونة بالفتح، هكذا. امن. قولوا معايا اصدقائي امن امن. خلاص يا اصدقائي عرفنا ننطقها كويس. نروح بالمثال اللي بعد كده. امن امن. فين حرف المنون المشدد هنا يا اصدقائي؟ هو حرف الميم. ادينا اهو شايفين بيتكتب ازاي. يبقى ادي الميم وادي الشده وفوقيها الضمتين. خدت بالكم يا اصدقائي ان الشده فوقيها الضمتين. طيب بتنطق ازاي؟ صوت ميم ساكنه يلي صوت ميم منونه بالضمه، هكذا. امن امن امن. واخر مثال معايا هو كلمه ايه؟ امن امن امن. ادي شكل حرف الميم وهو منون ومشدد. ادي الشده السين الصغننه الجميله بتاعتنا وتحتيها قصرتين. تحتيها ايه اصدقائي؟ تحتيها قصرتين. القصرتين تحت الشده مش تحت الميم. ناخد بالنا يا اصدقائي من الشكل ده كويس. قصرتين تحت الشده مش تحت الميم. طيب بتتنطق ازاي؟ صوت ميم ساكنه يلي صوت ميم منونه بالكسر، هكذا. امن امن. يعني احنا عندنا يا اصدقائي هي كلمه ام. كلمه ام يا اصدقائي اتنطقت بكذا طريقه. اول حاجه وهي منونه بالفتح اتنطقت ايه؟ امن امن. تاني حاجه وهي منونه بالضم اتنطقت امن امن. تالت حاجه وهي منونه بالكسر امن امن. وبكده يا اصدقائي نكون خلصنا درسنا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا. وما تنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي قبل كده وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكوا الحلقات اللي بعد كده. واسيبكم يا حبايبي في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.